لسه مستمرين مع حضراتكم في الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 52، وإحنا بنتكلم على ثورة 23 يوليو لازم نذكر طبعا الضباط الأحرار. من بين الضباط الأحرار دول الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، علشان كده هنروح دلوقتي لمتحف الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وزميلتنا جرمين إبراهيم. صباح الخير يا احمد، وصباح الخير يا هدير، وصباح الخير على مشاهدي، صباح الخير يا مصر في كل مكان. زي ما قلت يا احمد، ما ينفعش نتكلم عن ثوره 23 يوليو من غير ما نذكر اسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، واللي كان ليه دور كبير في تاسيس تنظيم الضباط الاحرار اللي كانت وراء انهاء الملكيه وبدايه العصر الجمهوري، اللي كان ليه تاثير كبير على مستقبل مصر. عشان كده احنا موجودين في متحف جمال عبد الناصر، ومعانا الاستاذه سهى احمد مدير المتحف. صباح الخير، برحب بيكي. يعني في البدايه، لو حضرتك عرفتينا يعني عن القطع الموجودة أو إيه أبرز الحاجات اللي موجودة في المتحف ليها علاقة بثورة 23 يوليو؟ صباح الخير. احنا عندنا قاعة هنا اسمها حكاية شعب، فيها شاشات عرض، في منهم شاشة عن تأميم قناة السويس، كان خطاب من خطاب الرئيس عن التأميم، وفيها بانرات على الحائط برضو فيها حاجات بتحكي مراحل الثورة بتاعت ثورة 23 يوليو. يعني يمكن الناس ما تعرفوش انه المتحف اللي احنا موجودين فيه هو كان منزل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، فلو تكلمينا عن فكره تحويل المنزل لمتحف. هو فعلا المنزل هنا كان أنا ساكن فيه الزعيم هو واولاده وزوجته اثناء فتره رئاسته، بعد وفاه زوجته يعني اولاده طلبوا ان هو يتحول لمتحف، فقعد فتره يعني توضيبه عشان يكون يعني لائق بان هو يكون متحف. بعد كده تحول بقى المتحف، بقت 3 قاعات هنا، القاعه اللي احنا فيها قاعه المقتنيات، وبعدين في قاعه هنا فيها النياشين والاوسمه اللي تخص الرئيس جمال عبد الناصر اللي حصل عليها، وبعدين في قاعه منشيه البكري اللي فيها الغرف بتاعته اللي كان عايش فيها، مكتبه والصالون وغرفه النوم، وفي بقى قاعة حكاية شعب اللي فيها بقى الخطب والإنجازات كلها بتاعته، الحاجة السياسية والتاريخية بتاعته. يعني ده بالنسبة لأقصى المتحف، لكن لو اتكلمنا عن أبرز المعروضات اللي موجودة في المتحف واللي ليها قيمة كبيرة. هو احنا عندنا هنا غرفة المكتب، هي فيها كانت أهم القرارات اللي كان بيتخذها الزعيم جمال عبد الناصر، واللي كان فيها الاجتماعات المهمة بتاعته كلها. في بس كمان في صالون الرئاسي اللي كان بيستقبل فيه أهم الزعماء اللي كانوا بيزوروه هنا، وكان لهم صلة شخصية بيه يعني. وفي فوق قاعة مقتنيات شخصية، حاجته بقى الناس بتحب تشوفها يعني، حاجات الخاصة بيه هو دي. لو عرفنا المشاهدين بمكان المتحف بالتحديد وكمان مواعيد الزيارة. احنا شارع احنا في منشية البكري او الخليفة المأمون. مواعيد الزيارة من 10 لـ3، يعني هو المتحف بيفتح من 9 لـ4، بس الزيارة بتبدأ من 10 لـ3 كل يوم ما عدا يوم الجمعة والاثنين اجازة رسمية. أنا بشكرك جدا. يعني أحمد وهدير، ده كان لقائنا مع أستاذة سهى أحمد مدير متحف الزعيم جمال عبد الناصر، خدتنا في جولة سريعة جوه المتحف اللي أكيد طبعا يعني في وقت المناسبات والمرتبطة بذكرى الزعيم بيبقى فيه إقبال من المواطنين لزيارة المتحف. برجع لكم مرة تانية في الاستوديو. بنشكرك جرمين إبراهيم، وطبعا ما ينفعش اللي احنا واحنا بنحتفل في ذكرى أو بذكرى 23 من ثورة يوليو اللي احنا ما نكونش موجودين في متحف الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.